السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الشرح الجديد على قناة كانيل أو شانيل انفورماتيك للمعلوميات، اليوم إن شاء الله وبعد غياب طويل أتيت لكم بموقع جميل جدا يمكنك من معرفة بعض المعلومات عن أي موقع، تقريبا أي موقع، ويمكنك معرفة الرقم الخاص بالأدمين وكذلك الإيميل الخاص به دائرة التواصل معه أو أن تسأل عن شيء ما. فقط ها كل هذا، وما ولا ننسى أيضا أنه يعطيك الاي بي خاص بذلك الموقع. فقط كل هذا تجده في موقع بسيط جدا، ولا نكتفي أيضا بهذا. إذا أردنا معرفة معلومات عامة عن الموقع وأشياء سرية جدا، فقط باستعمال هذا الموقع الجميل جدا سوف أضع لكم رابط هذا الموقع أسفل الفيديو. هذا هو الموقع، نكتب في هذا المكان أو هذا مكان مخصص للبحث عن كتابة الموقع الذي نريد البحث عنه. سوف أكتب أنا هذا الموقع، لقد سبق وكتبته هذا، ثم نضغط على سيرش. الموقع سهل جدا كما ترون، لقد أعطاني الاي بي الخاص بالموقع، هذا هو الاي بي، وأعطاني اسم السيرفر، وأعطاني وأيضا نحن لا نريد هذه المعلومات فقط، نريد المزيد، لذا سوف نضغط هنا على كليك هير، سوف يأخذنا إلى موقع آخر، سوف يفتح لنا صفحة أخرى، ننتظر حتى يجلب لنا المعلومات. كما ترون هنا سوف يظهر لنا صفحة على هذا الشكل. احيانا فقط يوجد او يطلب منا ادخال كود الكاباتشا، سوف ادخل الكود ثم نضغط هنا على في كود، ولكي يتأكد من الكود هل هو صحيح او خاطئ. وكما ترون هنا لقد اعطاني بعض المعلومات، ريجستر دومين، هذا هو ريجستر دومين، وهذا اسم الموقع، وهنا كما ذكرنا من قبل هذا رابط ريجستر يوريل، وكما ترون هذا سيرفر، وكما ترون بعض المعلومات الاخرى. نريد مثلا نحو معلومات عن الادمين كما وعدتكم، سوف نضغط على كنترول اف في الكيبورد او ننزل الى الاسفل هكذا، ثم سوف نجد هنا ادمين نيم، ونجد المدينة التي يعيش بها، ونجد هنا كود بوستال، وهذا هو رقم الهاتف الخاص به، وهذا الايميل الخاص بالادمين، ومعلومات هنا في الاسفل كما ترون معلومات اخرى، وكما قلت معلومات عامة، هذه هي المعلومات سوف تقرأها لكي تستطيع استعمالها لمعرفة ما يقوم بها ذلك الموقع. إذا أردت أن تتسجل في موقع ما وأردت أن معرفة ما يقدم لك أو الخدمة التي يقدم هذا الموقع، فيمكنك البحث عنه هنا والاطلاع وقراءة هذه المعلومات هنا لمعرفة ما يتخصص به، ما يختص به الموقع. وأتمنى أن يعجبكم هذا الدرس، وإلى هنا قد انتهت حلقتنا، في درس قادم إن شاء الله، وإلى اللقاء.